اخر فقره ببرنامجنا وبعدنا باجواء الضحك والمرح والتعليقات. سعاده النايب، عم تطبخ شيء هالايام؟ حبش، ديك رومي، شيء بتعرف على راس السنه بيعملوا هول الاشياء، دجاجه محشيه بحبهم كثير يعني، باكل ما بطبخ. يبقى النائب إلي ماروني عينا على ضيوفي واخرى على شاشه التلفاز التي تعرض طريقة لطهي الديك الرومي. بيكون مستيقن لضيوف بده يطبخهم. كانوا عم بيعملوا. لا هودي كانوا مجموعة إعلاميين موجودين عنا وما كنا عم نعمل مقابلة، وكانت قبل عيد الميلاد، وكان في قاعدين كتار أصحاب وأصدقاء، وكان حقيقة وقت ظهر وبلشنا نجوع، وعم يعرضوا على التلفزيون ديك، عم يشو كاستنا ولوز وجوز وهالأشياء كلها. شاطرين. بفهمك. أنا بفهمك. وإنت بتفهمني. راح القطار. أنا بفهمكم. كنت عم حاول ألفت نظر البعض يلي رح يعملوا لنا ليلة الميلاد حبش، إنه عملوا بهي الطريقة. هلأ كمان الليلة جعنا كتير. يلا هلا الديك الرومي رح يجي حاضر عم يحشوه برا. عم يحشوه عصيرة عم يحشوه. انت عصيرة عم يحشوه. قال لي عندك تليفون؟ قلت له لا. تويتر؟ لا. فيسبوك؟ شيء ايش عندك؟ قلت له عندي حياة. قال لي اعطيني اياها تلعب كاندي كراش. عجوز راحت تتعزي، بتطلع بباب البنايه، بباب البنايه ورايحه تتعزي، بتتغلبط بالباب، بدل ما تفوت على الشمال فاتت على اليمين، فاتت على شقه شباب كلها شباب، اربع خمس شباب تعبشوا فيها واغتصبوها يا حرام. هي وظاهره هيك، قالت لهم تعايزه ثلاث ايام ما هيك. عبالة. مؤخرا انتشرت على السوشيال ميديا صور بتنتقد الاشخاص اللي بيزعجوا غيرهم عبر السوشيال ميديا، يعني بيبعتوا لك ريكويست لصور تعليقات اوقات بلا طعمه، وهالصور هي من ابتكار الصفحه الرسميه لمحامي الدير يلي عينوه من اربع خمس اشهر. هيدي مايا تجوزت من سنتين وكتير فرحنا لها، ونزلت وقتها صورة كتير حلوة لعرسها على فيسبوك. مايا مش كل جمعتين بتفاجئنا بصورة جديدة من عرسها. مايا بنت بتعرف حدودها، كوني مثل مايا وسكري نياعي. حلو. هيدا جعفر خاطب. جعفر علم خطيبته انه ما تعمل له تاج على صوره وتكتب خطيبه كل حياتي. جعفر ذكي وخطيبته كمان، كونوا مثل جعفر وخطيبته. حلو. اي هي خطيبته. هيدا جعفر بحب كثير ياكل سوشي. جعفر قرر انه ما بقى يصور السوشي وينزل الصور على انستغرام وفيسبوك وسناب ويكتب سوشي تايم، لأنه بيعرف أنه الأكل للأكل مش للفرجة. جعفر ذكي شغلة، كون مثل جعفر. أيوة جعفر. هيدي أرزة توب موديل. أرزة بتاكل همبرجر بإيدها، أرزة بتاكل بس جوع، أرزة كتير مبسوطة بحياتها. لك الطابع، كوني مثل أرزة. الله. إذا بيتلحمس على المالتاينة أرضي. شيش الشاورما. فأنا عملوا طابع بريدي مثل هيدا. أنا بشكرهم لأنه خصصوني بصورة لإلي كمان، يعني هيدا بزيدني شرف. حلوة منكم، منقلهم. مؤخراً أيضاً طلعت دراسة أنه لبنان عنده أكبر نسبة عنوسة بين البلدان العربية. رأى كل فتاة عانس صديقة ضلت تقلها زبيلي. زبيلي شو بدك مني؟ زبيلي شو بدك مني؟ عونستها. لبنان يحتل أعلى نسبة عنوسة بين العرب. خليكي عاملة بروفايلك برايفت يا معفنة. رأيكم نخبر نكت
نكت قديمة كنا نخبرها نحن وصغار بالمدرسة. ما تقلي مش حافظ من أيام المدرسة. نملة والفيل شي هيك. هيدا مثلا بلعت القهوة علقوا بزلعيم الكراسي. رحت عسن الفيل لقيته مصور. أكل صفوف فتح مدرسة. أكل صفوف فتح مدرسة. أكل صفوف فتح مدرسة. نادين مش بيقع شي هيك. هيدا عم بخبر خبرية قديمة قد ما قديمة صار يطلع غبرة من تمه. معالي الوزير فيقع شي من أيام المدرسة؟ أيام المدرسة شو؟ أيام المدرسة طبعا هل كان كيبس؟ كانت أيام حزينة فلذلك ما بتضحك أبدا. حلو منك هيدا التعليق. مرة اشتريت بنطلون ما اجى علي بطلت روح عليه مثلا. ما اجى علي. طب ليكي ليش الحمصية لما تفوت لتتحمم بالطب؟ ليش؟ هيدي قديمة. نعم. لما تفوت لتتحمم بالطب يعني بتاخد بوز الطب كعيت. وصفين لشامبوان طبي. طيب ليش؟ واخيرا. وليش الحمصي لما بياخد حبه اسبرين بفوت بيتلقح؟ ليش بفوت يرتاح يعني كعيد؟ لانه مكتوب على العلبه خذ الاسبرين وتمتع بالراحه. يلا 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 معالي الوزير فتحت فتحت معك. قال لي بعرف نكت زحلوية ومش حلوة نقول على الهوى. لا لا حلوة نقول على الهوى. لا مش حلوة نقول على الهوى. حفاظا على زحلانتنا. ايه بلتجا كلنا بنعرف نكت زحلوية بعدين بنحط لها زمور اذا بتحب. فيك تمنتجا يعني. انتوا بتحطوا زمور؟ ايه حط لها زمور. انتوا رح تتلقطوا فيها طلقيطة. قال له يا بي اذا نجحت ايش بدك تعمل لي؟ ايش؟ قال له بعطيك بسكليت. قال له اذا سقطت؟ قال له 10 بسكليتات. قال له ليش؟ قال له افتح لك محل في يوم. حج غيره غيره. يلا ربيع يلا ربيع. قال له جبت 50 سمك اليوم. قال له وين حطيتهم؟ قال بالبانيو عندي. قال له كيف تتحمم؟ قال بغمد لهم عنايهم. في عنا صديق إعلامي بدنا نقول اسمه لأنه أنا حكيت على الهواء باسمه. نعم. هي قصة حقيقية صارت. ترو ستوري. هيدا صديقنا ومندوب إعلامي اسمه محمود شكر. نعم. بنوجه له تحية. أخذناه معنا على البرازيل. نعم. برحلة بس نسينا نحجز له بالأوتيل. هلا صاحب الأوتيل إيه من أصل لبناني قفش مطرح. قال له ليك رح دبر لك إياها إنه في مرة عندها تخت كبير بأوضتها بركي بتنام أنت بأوضتها يعني من أحلى ما تروح تنام غير أوتيل. هي وافقت شرط يحطوا مخدي بالنص. نعم. هلا ناموا مشي الحال ما في شيء. ثاني نهار الصبح قاعدين بجنينة عم بخبرها أنا محمود شكر أنا مندوب إذاعة صوت لبنان أنا عندي بقاع نيوز أنا بطلع العربية أنا كذا. اشتي لبساني أخذت لها اللقمة إذا بده ينطفق الحيط يقشط اللقمة لقطته بصدره قلت له تعي أخو الهيك والهيك أنت فوق المخدة ما قدرتش نطفق. حلوة منك معالي الوزير. حرام يا محمود. هي حكيت قبل على الهوى بحضوره يعني. كرمال هيك عم كرر. بدك تنط حابب تنط محل او النطه ذكرتكم بشيء؟ النطه حابين ننط على شيء مطعم. يا حو عم نحشي لك فيك الرومي يا زلمه. مره نمله تركت حبيبها ليه؟ ولو نديم بتعرفيها هي طلع نملنجه. لنجي بدل نسوانجي. مرة واحد قاعد بحفرة ليه؟ بفكر بعمق. بعبه؟ بعمق. بعبه. دايما بتروح على عبه. عم بسمع. طب ليكي وحدة عملت راهبي وبيا صياد سمك شو صار اسمها؟ ما بعرف. لا بدك تعرف. كيف؟ لا
13. هلا بيقوموا لي الرهبات من وراكي. حلوة منك. قال له يا طانيوس ما شايفها الحلوة هذه يا زلمة. قال له هاي بتشتغل بالبنك اسمها أجنبي. قال له شو اسمها؟ قال له open account. شايف واحدة مرضى حتي هون فيفي. قال له التاني ايش اسمه دخلي؟ التاني ايش اسمه؟ سوشيال ميديا شباب شو طلع معكم شي نكت اخبار حلوه شو هذا هيك مبسوط عصيرة الارجيله نعم لازم ينزلوا معسل بطعمة السريلاك لانه كترين الاولاد اللي عم ارجلوا امنا نكته لك عاد بس نكته هذه لطشه عاد زي عندي شاب صاحبي عنده صانع علمها سما استاذ نوره يا حبيبي علمها تعمل له ارجيله تاني مجمعين اصحابه عنده عملت له ارجيله وسط له مستر بدك فاك مي واحد فتين ونسوانجي قرر يعمل عائل خطب بنت عائلي نعم خلصي حلوة منك حلوة منك معالي الوزير واحد قال له رفيقتي عيدة قال لك شو بدي أعطيها بمناسبة عيدة قال له كيف شكلها قال له حلوة وشقرة وأمورة وطويلة وشعرة طويل هيك أشقر ومهضومة وناعمة قال له أعطيها رقم لكي بس ما خلصت بعد هيدي شو في لك مالي لك مالي ايه يلا انه قرر يعقل أخذ بنت عيلي أول ليلة ليلة الدخلي نسي حاله الصبح قام ترك لحد التخت $500 قامت هي ردت له $200 وقالت له أخصم لك خلينا على اتصال طلعت بنت عيلي عائلة طلعت معلمة ايه اكيد اوعى تعقل شي مرة بس حرام لكي شو منيحة عملت له خصم هيدي مثل اللي عملت خصم لبابا نويل شو بدك بابا نويل $200 مثله مثل غيره هيدا هني ختيار استاذ ايلي عم بيلعب كلمات متقاطعة قاعد وقعد حد قال له يا عم شي تحت ذكرة الانسان وبينتهي بالره من 3 أحرف قال له جرب سير قال له مظبوط معك محي مع سيرة السوشيال ميديا الليلة والشباب أهلا وسهلا فيكم معنا ما بلش وكلنا قال مهندس زار واحد وقال له أنه جوجل فيك تلاقي كل شيء على جوجل قام هيدا تاني يوم قام الصبح كتب وين بنطلوني الزيت قال له طيب. يعني يوتيوب بالعربي قال له انت اسطر قال له انت اسطر مع جوجل ويوتيوب والسوشيال ميديا بدنا نذكركم بالهاشتاج تبعنا هاشتاج حلوه منك الموقع تبعنا يلي فيكم تحطوا عليه نكتكم وكل شيء حلو بيطلع معكم اذا كان فلومه او صور او تعليقات عن حدث مهم صار بالبلد وان شاء الله نحن بنعرض لكم اياها او بنستضيفكم معنا بالاستوديو حتى ضيوف وهيك بنختم معكم ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا ميرسي كثير لحضورك معالي الوزير اللي ماروني شكرا لحضورك الفنان العظيم الزحلاوي اللبناني الاصيل شكرا نقول القصه شكرا شكرا للناشطه نادين حداد ربيع شقير دايما وجودك محبب معنا دايما نكتب الفطره والنكته الحلوه بتطلع منك شكرا للفرقه انطوني وشان حبيبات قلبي مرسي للشباب السوشيال ميديا رفقونا مرسي لألكم لأنكم تبعتونا إن شاء الله نكون ضحكناكم بلاقيكم الجمعة الجاي بنضحككم تعب الجمعة كل نهار جمعة